بسم الله الرحمن الرحيم، السلام عليكم مجددا. المعذرة على انقطاع البث، المعذرة على انقطاع البث في انتظار التحاق جميع أعضاء المجموعة بهذا الفيديو. الالتحاق بقية الأعضاء لكي نواصل البث. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته أختينا، أهلا وسهلا. وعليكم السلام ورحمة الله. وعليكم السلام، أهلا وسهلا. نعم أكيد راح نتحدث حول الشهادة. نعتذر لانقطاع البث بعد قليل، والله ما فهمتش انقطاع البث، ما على باليش سينيال ولا وش هو، انه ما فيش داعي للسينيال، يعني ما فيش داعي باش يتسينيال على الفيديو، يعني الا اذا كان كاين ناس مش عاجبهم المحتوى هذا اللي راه يقدم بشكل مجاني، ممكن يعني احنا نحسن الظن وان شاء الله نعاودوا نواصلوا ما بدأناه في انتظار التحاق بقية الأعضاء. أهلا وسهلا بك الأخت أمي جنتي، أهلا وسهلا. وعليكم السلام ورحمة الله. إذا نواصل البث. صار فيه انقطاع، ما عرفناش سبب الانقطاع، ممكن ما عرفناش السبب، ولكن لا علينا. قلنا هذا الفيديو مخصص لإعطاء خطوات تأسيس وإنشاء روضة أطفال أو مركز استقبال الطفولة الصغيرة وفق القانون الجزائري. قلنا صار فيه الكثير من الخلط وكثير من المعلومات الخاطئة، كثير من الأصدقاء تواصل معي ولا يعرف الخطوات الصحيحة للقيام بهذه العملية أو تأسيس روضة الأطفال. لذلك وعدتكم في الكثير من التدخلات أنه راح تكون فيديوهات توضيحية قصيرة مختصرة قدر المستطاع لكي نوضح الآلية ونوضح الخطوات. قلنا لتأسيس، الله يبارك فيك، شكرا، ربي يجزيك الخير أم منصف. قلنا الخطوات، أهم أي شخص مقبل أو أي آخر أخت مقبل على إنشاء روضة أطفال أو مركز استقبال الطفولة الصغيرة، لازم الشروط هذه البداية، ثلاث شروط لابد ان تكون متوفره. الشرط الاول وهو المقر، لازم يكون عنده مقر، ولابد ان يكون المقر موافق للشروط الموجوده في دفتر الشروط. اوكي، راه فيه شروط لابد ان تتوفر في المقر والهياكل الموجوده في هذه المقر، في هذا المقر. وساخصص فيديو ربما غدا او بعد غد ان شاء الله لاعطاء المواصفات، يعني سواء القانونيه المذكوره في دفتر الشروط لاختيار المقر، او وكذلك سوف اعطي مواصفات فنيه اخرى يعني غير موجوده في القانون، ولكن يستعين بها كل واحد او كل اخت مقبل على انشاء وتاسيس مركز استقبال الطفوله الصغيره. اذا الشرط الاول وهو المقر. الشرط الثاني وهو الشهاده، لابد ان تتوفر شهاده ذات علاقه، القانون يقول شهاده ذات صله بموضوع الروضه، يعني بالطفوله. ولكن في الغالب في مديريه النشاط الاجتماعي، قلنا لكراش عندهم يعني الاداره الوصيه عليهم بشكل مباشر في الولايه اللي هي مديريه النشاط الاجتماعي. ففي مديريه النشاط الاجتماعي في العاده يطلبوا شهاده علم النفس، علوم التربيه، شهاده ليسونس التعليم، ربما شهاده تقني في تربيه الطفوله الاولى اللي هي شهاده مع التكوين المهني، ما هي شهاده جامعيه. فهناك شهاده جامعيه وهناك شهاده غير جامعيه، سنحكي في التفاصيل. فالشرط الاول هو المقر، الشرط الثاني هي الشهاده، الشرط الثالث وهي الخبره، لابد ان تكون عندك خبره. اذا عندك شهاده جامعيه مثلا ليسونس علم النفس او ماستر علم النفس او حاجه من هذه اللي يطلبوهم، فلابد يكون عندك 3 سنوات خبره في القانون الجديد، في المرسوم التنفيذي الجديد 3 سنوات خبره، كانت من قبل 5 سنوات. اذا عندك شهاده اخرى غير جامعيه وعندها علاقه بالطفوله، فهنا لابد من وجود 5 سنوات خبره. يعني اذا شهاده جامعيه او شهاده معادله لها اللي هي تياس والتكنيسيان سوبيريور تاع تربيه الطفوله الاولى هذه، ولا هنا لابد من وجود 3 سنوات خبره. اذا عندك شهاده غير جامعيه هنا
لازم لك 5 سنوات خبرة. إذا نعيد، أهم 3 شروط اللي هي المقر، الشهادة، والخبرة. إذا ما عندكش الشهادة والخبرة أو واحدة منهم أو في اثنين، هل تستطيع أنك تكون عندك مركز أو مؤسسة استقبال الطفولة الصغيرة؟ هل ممكن وانت ما عندكش شهادة أو ما عندكش اكسبيريونس، ما عندكش خبرة؟ فنعم، هناك طرق أخرى. أوكي، فهذه أهم 3 نقاط. ومن بعد نروحوا للشروط الأخرى، يجي فيه هناك ملف إداري وهناك ملف تقني تشكلوا توجدوا وتديه لمديرية النشاط الاجتماعي. أوكي، ف إذا عندك هذا 3 نقاط أو مش موجودة، نقطتين الأخريتين اللي هي الشهادة والخبرة، راح نعطيك مخرج آخر. ولكن قبل ذلك نشوف احنا ما هي الطرق اللي تقدر تفتح بها الحضانة، وهنا سنجيب على الكثير من الأسئلة. الطرق اللي تقدر تفتح بها حضانة، الطريقة الأولى هي شخص طبيعي، يعني تروح أنت عندك شهادة وعندك خبرة وعندك مقر، ولا دبرت مقر ولا أجرته، تروح عند مديرية النشاط الاجتماعي، تخرج الكاييت شارج نتاعك اللي هو دفتر الشروط، تشوف كامل واش فيها ملف اللي راح نذكره بعد قليل، تشوف واش فيها شروط كامل تلقاها متوفرة، جهز الملف تاعك وتروح تدفعه، جهز اللوكال تاعك وتروح تدفع عند مديرية النشاط الاجتماعي، وتستنى يدرسوا ملف، ومن بعد يعاود يرجعوا لك ويخرجوا لك كوميسيون، وهذه كوميسيون فيها عدة أطراف، فيها تاع لاداس، فيها تاع مديرية التربية، ممثل من مديرية التربية، ممثل من البلدية، ممثل من الحماية المدنية، ممثل من مديرية البناء والتعمير، في العديد من الممثلين، فيخرجوا يشوفوا هذا المقر مهيئ، لاكراش هذه مناسبة إلى غير ذلك. إذا عجبتهم ولقوا كل شيء بارفي، فهنا يمضوا لك ويطلعوا الملف نتاعك للوالي باش يسني لك الترخيص نتاعك. إذا لقوا أمر ناقص يعاود يرجعوا لك ويقولوا لك ريكتيفي، يعني دير ريزيرف، يعطوك تحفظات، هذه التحفظات تعاود انت تريق ليها، ومن بعد تعاود تعيط لهم يجي يخرجوا لك يشوفوا اذا ريقليت التحفظات، فيطلعوا الملف نتاعك وتدي الترخيص وتبدا تخدم بصحتك. اوكي، هذه جبتها لكم من الاخر. هل العمليه هذه كلها سهله؟ ماهيش سهله. هل بسيطه تجي عندك بسهوله تفعل الملف وخلاص؟ لا، راح فيها جري وفيها كد ومعاناة ورجع وطلع وهبط وكذا، هي ما هي سهلة. ولكن في الأخير إن شاء الله كي تتعب وتجد وتجتهد وتدي لاغريمون تاعك، إن شاء الله فيها متعة من بطريقة أخرى، بالعمل مع الأطفال، بالتعامل مع البراءة، بالخدمات التي تقدمها في المجال، سواء للأولياء اللي تعاونهم في أولادهم اللي تربي لهم أولادهم، ولا بالنسبة للبليزير هذاك اللي تحس به كي تتعامل مع الطفل، تحس بلي تربيه فيه، تحس بلي النطق تعلمه عندك، تحس بلي تلاكوش نحاها عندك، تحس بلي راك قدمت له تعلم أول سورة الفاتحة تعلمها عندك، فكل ما يصلي بها كل ما راه عندك الأجر. فيها بزاف أمور أخرى، ولكن خلينا نبقى في الموضوع نتاعنا حاليا. نرجع للخطوات. قلنا الخطوه الاولى، الشرط الاول اللي هو المقر، وراح غدوه ان شاء الله نديروا فيديو خاص به كيفاش تختار هذا المقر وش هي الشروط اللي لازم توفر فيه. الشرط الثاني اللي هو الدبلوم. الشرط الثالث اللي هي الخبره. كيفاش تقدر تفتح لاكريش؟ يا اما تروح تفتحها باسمك مباشره اذا توفر فيك الشروط، عندك الاكسبيريونس، عندك الدبلوم، عندك المقر، تروح تدفع الملف باسمك مباشره. او اذا انت جمعيه، إذا أنت جمعية تقدر تكون شخص معنوي، يعني جمعية عندها ستاتيو تاعها، عندها يعني قانون أساسي تاعها، فدير فرع تاعها، تعين مدير، ثاني المدير تكون توفر فيه الشروط ويكون عنده الخبرة والمقر يكون تتوفر فيه الشروط، ويقدر ومن بعد توفر هذا الشروط ادفع الملف عند لاداس ويعطوك ترخيص. راه عندك لاغريمون تاعك تاع الجمعية وعندك لاغريمون تاع لاكريش. من قبل كانوا الجمعيات يديروا نادي الطفل ويخدموا بشكل طبيعي، يعني يفتح هو جمعيه ويفتح نادي الطفل ويبدا يستقبل في الاطفال كما يديروا بزاف جمعيات وطنيه ومحليه، مثلا جمعيه الارشاد، جمعيه علماء المسلمين، جمعيه جزائر الخير، جمعيه ناس الخير، كانوا بزاف يديروا نوادي الطفل. ولكن الان راح لازم يطبق عليهم شروط يطبق على الخواص، على لي كراش بريفي، يعني هما كذلك مذكورين في دفتر الشروط، لازم يكون عندهم لاغريمون تاعهم، الترخيص تاعهم اللي يسمح لهم باش يزاولوا النشاط هذا تاع استقبال الطفوله الصغيره. سؤال اخر يطرح، كاين اللي يقول لك انا عندي مؤسسه لغات، مؤسسه تعليم اللغات فوالا، ولا نادي مؤسسه تاع تنميه الموارد البشريه، هذه كيما المراكز تاع التنميه البشريه ولا تاع التكوين الى غير ذلك، يقول لك انا حاب نستقبل الاطفال. ديجا كانوا مقبل بزاف يستقبلوا الاطفال، هذه يعني راهي بشكل غير قانوني بصراحه، يعني
كاين فيها بعض الطرق تاع التحايل تاع تنمية الموارد البشرية، دير نوادي تحفيظ القرآن الخط كذا كذا، ولكن هي في الأساس كل نشاط أقل من 6 سنوات تستقبل الأطفال خلال النهار، أقل من 6 سنوات هنا لازم تمشي على مؤسسة استقبال طفولة صغيرة وتمشي على لاداس. كاين بعض الثغرات أنا ما أذكرهاش، أنا حاليا ما أذكرهاش، هي فيها تحايل لهذا ما نذكرهاش. كاين بزاف ناس يخدموا بها ويقدروا يتهربوا من الناحيه القانونيه، ولكن باش تكون انت مرتاح او انت مرتاحه دير مؤسسه استقبال طفوله صغيره وتكون هاني الات نستقبل الاطفال كامل اليوم. يعني راسي مرفوع ندير لاسيرونس تاع الولاد تاعي، ندير تاع المربيات تاعي، ما كاينش اللي يخرب فيا. صح ممكن العمليه تدي وقت، صح العمليه فيها مصروف، صح فيها تكسر الراس، ولكن نخدم وراسي مرفوع ونكون انا مطمن. اوكي، هذه بالنسبه للاشكال تاع باش ناسس مؤسسه استقبال الطفوله الصغيره. السؤال المطروح الان، كاين اللي يقول لك انا ما عنديش، انا حاب ندير روضه ولكن الدبلوم تاعي بيولوجي، ولكن انا نحب الاطفال، نحب ندير مركز استقبال الطفوله الصغيره، ما عنديش دبلوم. ولكن اللي يقول لك بلي انا عندي دبلوم وتوفر فيا الشروط ولكن الخبره ما عنديش، عندي دبلوم في علم النفس، انا عندي ماستر في علم النفس على سبيل المثال، ولا في علوم التربيه، ولكن ما توفرش فيا الشروط يعني تاع الخبره، هنا كيف ما نقدرش ندير؟ هنا تقدر تدير، تقدر تدير، لانه في طريقه اخرى مذكوره في المرسوم التنفيذي كذلك راح نذكروها، وراح على كل حال ننشر لكم المرسوم التنفيذي مره اخرى لانه نشرته من قبل، نعاود ننشره مره اخرى، فيه كامل القوانين التي تنظم المراكز استقبال الطفوله الصغيره. وش هي الطريقه؟ انت ما عندكش اكسبيريونس ولا ما عندكش دبلوم، وش هي الطريقه؟ هناك طريقتين، يا اما تنشا الروضه هذه باسمك على اساس انت لو فونداتور، انت يا هو المؤسس نتاع الروضه هذه، وتدفع الملف نتاعك كامل يخص فيه غير الدبلوم والاكسبيريونس، وتجيب ملف اخر اللي هو ملف نتاع شخص اخر اللي تعينه مدير، اللي هو عنده الدبلوم، اللي عنده علاقه بالروضه، واللي هو مقبول عند مديريه النشاط الاجتماعي، وتجيب الاكسبيريونس تاعو يبروفي بلي عنده الاكسبيريونس، اذا كان جا شهاده تاعو جامعيه يبروفي بلي 6 سنين اكسبيريونس، واذا كان شهاده تاعو غير جامعيه ومقبوله يبروفي 5 ans اكسبيريونس، يكون ديجا خادم مثلا خدم عند روضه وكان ديجا اسيوري، يكون افيلي وكامل، ويجيب لي كان افيلي ويجيب لي زاتيستاسيون دو ترافاي تاعو، يقبله بشكل عادي كمدير. السؤال المطروح هنايا، كاين اللي يقول لك انا كي نفتحها نخاف يديري من بعد لاكراش وما يحبش. لا لا، لاكراش تبقى نتاعك، يعني انت هو المنشئ، انت هو لو فونداتور، لاكراش راهي في اسمك، هو فقط المدير. اوكي، هو فقط المدير، تغيره ما تشئت، يعني حتى لو كان يخدم 6 اشهر ومن بعد ما عجبكش ولا خرق لك مواد من المواد تاع الكونطرا اللي درتهم معاه ولا حاجه، تقدر تشونجي تروح تعاود ترجع لاطاس، قال انا حاب نشونجي المدير، وشكون اللي حاب تحطه؟ تعطي لهم ملف اخر باللي هذا وتكون توفر فيه الشروط وتحطه في مكانه. زيد، كاين اللي يقول لك انا معليش ندير مدير لمده 6 سنوات وانا عندي ديبلوم وانا حاب من بعد نعاود نرجعها في اسمي، ماشي مشكل، انت راك لو فونداتور وراه عندك مدير اللي توفر فيه الشروط، ويتكري ان بوست وتافيلي روحك باللي راك خدام في لاكريش، راك شاد بسيكولوج مثلا في لاكريش، ولا راك تخدم مباشره مع الطفل في الروضه هذه، كي تكمل 3 ans تاعك تعاود ترجع ثاني كل شيء لاسمك. يعني هذه قانونيه 100%، هذه قانونيه 100%. عندك طريقة أخرى كذلك، وش هي؟ كي ما تكونش عندك مثلا ديبلوم ولا ما عندكش الاكسبيريونس ولا مع بعض، ما عندك لا ديبلوم لا الاكسبيريونس، وش دير؟ تروح تكريي شركة، تروح عند النوتير تقول له أنا حاب نكريي شركة، تقول له تاع الشركة، قول له هذا وش فيها، تدي له لي كود، مثلا لي كود نعطيهم لكم الآن سجلوهم تاع الروضة، سجلوهم وراح نشرهم كذلك. دار الحضانة، تقدر دير دار الحضانة اللي هي تستقبل الأطفال من 6 أشهر 3 سنوات. وكاين روضة أطفال اللي تستقبل من 3 سنوات حتى 5 سنوات، وكاين مؤسسة متعددة الاستقبال تستقبلهم كامل من 3 أشهر وطلع. فدار الحضانة لو كود تاعها 605000 605000 018، وروضة الأطفال 605000 035، ومؤسسة متعددة الاستقبال 605000 037. راح نعاود ننشرهم.
تديلو هادو لي كود ولا ديرو اذا كان دير مؤسسه متعدده الاستقبال تعطيها له، قال انا هذا هو الكود اللي حاب نديرو، يخدم لك ان ستاتي الشروط، يعطيك هو الموديل تعمر عليه، ترفد لو ستاتي تاعك مع الباي دو لوكاسيون يعني مع الكونترا دو لوكاسيون تاعك تاع المقر اذا كان كاري ولا عقد الملكيه اذا كان ملكك، وتروح عند سي ان سي عند ريجستر كوميرس تكريي ريجستر كوميرس تاعك، ومن بعد تروح تبدا في لي بروسيدور تاع الريجستر تاعك، راح نحكوا على هذه الخطوات بعد قليل. اوكي، تبدا في لي بروسيدور تاع لاغريمون، عفوا تبدا في لي بروسيدور تاع لاغريمون تاعك. المدير لا يمكن ان يشتغل في روضتين، لا يحق له ان يدير روضتين، يحق له ان يدير روضه واحده فقط، ولازم العدد ما يديباسيش 150. هذا راه موجود في المصر التنفيذي، راح نشروه بعد نهايه هذا الفيديو. اوكي، تروح تكري هذا الشركه ودير شركه، يا دير شركه ذات مسؤوليه محدوده ذات الشخص الواحد، ولا صار اذا حبيت دير مع واحد ولا زوج تاع الناس تقدر تكريها والنوتير يفهمك في كل شيء. تكري هذه الشركه وتعين كذلك مدير، تولي شركه على اسمك، والمدير راه موظف عندك في الشركه هذه اللي هي لاكريش، اللي هي مؤسسه استقبال الطفوله الصغيره. الاعتماد يجي على اسم لو فونداتور، الاعتماد من بعد في لاغريمون يخرج على اسم المنشئ. يعني انا حاب ندير لاكريش وما عندي الشروط وحاب نعين مدير، لاغريمون يخرج على اسمي ويخرج فيه اسم المدير، اسم المدير يخرج معايا. غدوة نخرج نبدل المدير نغير. اوكي، باش نكونوا متفاهمين، هذه دروك حاجه كيما يقولوا فاصيل ماسيل، سهله وبسيطه. اوكي، الان بعد اللي شفنا انواع المؤسسات استقبال الطفوله الصغيره وقلنا الاشكال عفوا اللي نقدروا نديروا بها، نقدروا نديروا شخص طبيعي نديرها باسمي مباشره، نقدر ندير شخص معنوي نديرها باسم جمعيه، ولا نديرها باسم ستاتي تاع شركه، ندير انا نكريي شركه ونديرها باسم ستاتي. دونك هذه هي الاشكال اللي نفتح بها لاكريش. الان الملف واش فيه؟ الملف انا اللي ندفعوا لاداس واش فيه؟ نعاود اكرر، المقر دائما يكون فيه المعايير اللي موجوده في دفتر الشروط اللي راح ننشروها، وراح نحكوا عليها في فيديو مستقل غدوه ان شاء الله ولا بعد غدوه، ورايحين ويكون متوفره فيها سيرتيفيكات كونفورميتي، يعني شهاده المطابقه. هذه شهاده تستخرج، لازم السيد تكري عليه تسقسيه اسكو عنده هذا السيرتيفيكا، ما عندوش سيرتيفيكا كاين واحد الطرق اخرى موجوده في المرسوم التنفيذي راح نحكوا عليها كدير باش تعوض هذا السيرتيفيكا. اوكي، انت الان كي تروح تدفع الملف تاعك، ملف سهل، يعني ذكرت لكم انا اصعب ثلاث نقاط كي تكون متوفره. الملف الاخر واش نديرو بالنسبه للشخص الطبيعي؟ اذا كان ندير في اسمي، طلب خطي راهو باين، شهاده الجنسيه راهي باينه، مستخرج من صحيفه السوابق القضائيه اللي هي الكازي تاع المحكمه هذاك تاع بلي انا ناس ملاح، فوالا هذه راهي سهله وبسيطه. نسخه من السجل التجاري، لانه تروح تخدم سجل تجاري هو الاول، كي توجد المقر هذاك تكريه تروح عند سي ان ار سي تدي لهم نسخه تاع العقد تاع المقر، وتدي لهم الملف اللي في بون، تدي لهم ملف بسيط، تدي لهم السي ان ار سي ان تاعك يعني بطاقه التعريف ولا بطاقه الهويه، وتدي لهم شهاده ميلاد باش يشدوا منها الرقم والكونطرا، ويعطوك استماره عمرها، وتدفع واحد المبلغ مالي تاع 4000 دينار تاع لي زامبو، واحد 3800 ولا 4000 ولا 4500 وهكذا تدفعها عند هما يعطوك وين تخلصها، هما يعطوك لي زوردر دو فيرسمون. طلب خطي، شهاده جنسيه، السوابق العدليه، ونسخه من السجل التجاري فيها لي كود اللي ذكرتهم لكم بعد قليل، وقائمه دوك نروحوا. هذا بالنسبه للملف الاداري، يتسمى تزيد فيه الان الدبلوم تاعك اذا كان دير على اسمك، وتزيد فيه تزيد فيه الدبلوم تاعك، وتزيد فيه ليكسبيريونس لي زاتيساسيون طرافاي ولا فيلياسيون باللي كنت خدام في بلاصه كنت ديجا اسيوري، وكذلك تزيد فيه السن، عفوا السن لازم يكون المدير اكثر من 28 سنه، اذا كان عندك اقل من 28 سنه نروحوا لقضيه المنشئ، تروح انت تاسس وتعين مدير يكون مديباسي 28. اوكي، هذا في المرسوم التنفيذي الجديد، المرسوم التنفيذي الجديد مدام ريم صالحي اللي هي رئيس الفيدراليه نتاع النقابه تاع روضات الاطفال، البارح قالت راهو فيه جديد، نستناو جديد واش تقول لنا واش داروا في خصوص دفتر الشروط، نشوف وين هي النقاط اللي عدلوا فيها. لحد الان هذا هو المرسوم التنفيذي، اذا وقع جديد راح ننشر لكم واش هي النقاط اللي صرا فيها تساهل وصرا فيها تعديل. اوكي، قلنا اللاج تاع المدير يكون 28 طون،
ايه يكون 28 فما فوق. اذا كان عندك اقل من 28 نروحوا نروحوا للشكل الثاني اللي هو المنشئ وتعيين فيه مدير كما قلت. هذا بالنسبة للملف الإداري. وكذلك شهادة طبية، شهادة طبية تثبت الأهلية تاع هذا كيما نقولوا ان رابور ميديكال. تروح عند ميدسان يدير لك ان رابور ميديكال باللي ودي هذا الإنسان راه قادر يكون مسؤول، قادر يكون مدير، قادر يسير إلى غير ذلك، فيدير لك ان رابور ميديكال. اوكي. وكاين بعض الولايات اللي شرطوا فقط سيرتيفيكا تاع فيتيزيو تاع الشهادة الطبية صدرية وعامة. راه نقولها لكم بالعربية، شهادة طبية صدرية وعامة. كاين بعض الولايات اللي شرطوا هذه، ناس ما رانا فيدراليات ماشي جمهورية للأسف الشديد. وكاين اللي يقول لك لا تجد لي الرابور ميديكال. انتوما ما عليش ديرهم في زوج، ماكم خاسرين حتى شيء، ماهيش مكلفة. هذه بالنسبة للملف تاع الملف الإداري. نروحوا للملف التقني. واش فيه؟ فيه برنامج النشاطات. واش راح دير انت في لاكراش؟ تعطي لهم برنامج صوري، يعني كما نقولوا ابيبري الخطوط العامه للبرنامج تعطيها لهم. ديجا راني شرحت لكم برنامج، تقدر غير هو يبدلوا لونتات وتعطيه لهم. برنامج تاع النشاطات، قائمه المستخدمين البيداغوجيين والاداريين والتقنيين، دير ان ليست، دير فيها المربيات اللي عندك، سكرتاريه مع على باليش انا واش تحتاج طباخه واش تحتاج امور كيما هذو، ودير معاهم ملحق نسخة بطاقة تعريف نتاع كل واحد، شهادة طبية صدرية وعامة نتاع كل واحد، وديبلوم ديروا مع الملف. مع الملف كاين بعض الولايات اللي قبلوا لهم غير بلاديس، هكذاك لاريس وحدها وقبلوا لهم. كاين بزاف ولايات اللي لا، قال لهم جيبوا لنا هذه الوثائق معاهم. دوك انت دير ماكسيموم تاع الوثائق، اي ورقة يطلبها لك راهي موجودة. ومن بعد انت هذيك القائمه ولا انت هذيك القائمه اللي دفعتيها، من بعد غدوه واحد من هذو قال لك انا ما نخدمش، ولا بانت له ولا سطرو ديجا بدا يخدم، ما جيت دير لاغريمون تاعك وبديت ديماري لقيتو بدا يخدم، خلاص هنا استبدلو، بدلو بوحده اخرى ودير قائمه نهائيه. هذه من بعد كي تجي تخدم هذاك امر اخر. كذلك في القائمه في الـ في الـ في الـ 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 عفوا الملف التقني راح ننشرها على كل حال، نذكرها هكذا ومن بعد ننشرها في المجموعه غدا صباحا ان شاء الله. بيان وصفي للتجهيزات والوسائل البيداغوجيه والتعليميه الضروريه. يعني دير بيان وصفي، دير ان ليست، دير فيها كاع واش عندك عتاد اللي تديروا تستعملوا مع الاطفال، سواء بيداغوجي اللي تقرر به كامل ولا تعليمي، الامور الضروريه كامل تكتبها. واكيد راح تجيبها انت، توفرها عندك في الروضه نتاعك. كذلك في بطاقه تقنيه البيان وصفي للتجهيزات، انا نشرت على كل حال ثاني وحده في المجموعه، عاودوا رجعوا للهيستوريك ولا ضغطوا على الاسم نتاعي في المجموعه، مجموعة عالم روضات الأطفال والطفولة في الجزائر، كليكوا على اسمي فيه يطلع لكم كامل واش راني ناشر. كذلك يطلب بيان وصفي للتجهيزات والوسائل البيداغوجية والتعليمية الضرورية ذكرناها. كذلك بطاقة تقنية تبين الهياكل وطاقة الاستيعاب للمؤسسة، دير فيش تكنيك واش عندك هياكل. مثلا قال انا عندي ربع قاعات تعليمية، عندي دو دروطوار، عندي كويزين، عندي فضاء داخلي للعب، عندي خمسة تالي سانيتير، واش عندك كامل ديروا في بطاقة تقنية راح ندير لكم النموذج ويكاشي لك فيه لارشيتكت. صحيح؟ وبطاقة تقنية بطاقة تقنية راهي الآن موجودة، راهي الآن تعطيها لك، تعطيك الموديل مديرية النشاط الاجتماعي، تعطيك الموديل، ما تعطيكش الموديل مانيش راني ناشر موديل، ادي لهم الموديل تاعي ويكاشوا لك فيه ويحطوه لك في الملف. السند القانوني لشغل المحل اللي هو اذا كان انت ملكك دير عقد الملكيه، دير له فوتوكوبي ودفعه. اذا كان ماجر، اذا كان كاري، دير عقد الايجار يكون نوطاري باين بيان سير، ودفعه مع الملف نتاعك. كذلك شهاده المطابقه، السكنه اللي راك داير فيها لازم يكون عندها شهاده المطابقه، يعني المقر اللي راه عندك يعطيك شهاده المطابقه. راح نجاوبك الاخت كراش ميسا، راح نجاوبك على هذه النقطه بحكم لانه النشاط المقنن راح نحكي عليها. شهاده المطابقه قلنا تروح انت كي تروح تكري الفيلا هذه ولا السكنه هذه اللي راح تخدم فيها، تقول له يا اخي انت عندك شهاده المطابقه ولا ما عندكش؟ يقول لك عندي. قول له اوكي على بركه الله. هذه بعد اللي تشوف المقر وتشوف اللي توفر فيه الشروط، واسع فيه، تقدر دير فيه منفذ النجده، تقدر دير فيه لاكور، فيه كذا، راح نحكوا غدا ان شاء الله على الشروط اللي لازم توفر في المقر. اليوم باش ما نطولش في الفيديو ما نحكيش عليها اليوم، نحكي عليها غدا ان شاء الله. بعد اللي يقول لك بلي موجوده عندي، يلا توكل على ربي. قال لك ماشي موجوده، قول له اسكو فيه بوسيبيليتي باش توفرها لي؟ يقول لك ما فيش بوسيبيليتي، اذا شوف سكنه اخرى. ما تبقاش تعب في روحك. بزاف ناس كراو
مقرات وجهزوهم وهيئوهم وصبغوهم وديكوراوهم وصرفوا عليهم في الاخير قالوا لهم شهاده المطابقه رجعوا للصفر. فلازم ما تقلقش في البدايه كي تروح تشوف المقر قبل ما تحكي مع مولاه اصلا قبل ما تشوفه تقول له عندك شهاده المطابقه يقول لك نعم كاينه روح شوف المقر عجبك توكل على ربي ما عجبكش خلاص ما درنا والو. شهاده المطابقه هذه اللي نقرا لكم من جريده رسميه مباشره ماشي من راسي مولا ابيبري. شهاده المطابقه تعدها المصالح التقنيه المتخصصه واذا تعذر ذلك اذا ما فيش شهاده المطابقه دير تقرير خبره ادفع في بلاصه شهاده المطابقه تقرير خبره ماشي انا راني نقول هذه الجريده الرسميه راهي تقول فتروح عنده يقول لك لا شهاده القرار ما كاش منها تجيب له الجريده الرسميه. فشهاده تقرير خبره تعده مصالح المراقبه البناء ديروا عند المصالح التقنيه للبناء او مكتب دراسات معتمد عند بيرو دي تيم هو اللي يدير لك تقرير الخبره تدفعه هو اصلا شهاده المطابقه يجيبوها بتقرير الخبره اوكي. ومن بعد كيدفع هذا الملف كامل اللي حكينا عليه تخرج لك لا كوميسيون دير لك زياره دير زياره تاع معاينه للمقر تشوف اسكو توفر فيه الشروط كامل اللي حكينا عليها العدد تاعك مناسب اللوكال تاعك مناسب فيه التهويه فيه لايراسيون فيه نافذ النجده فيه الشروط اللي رايحين نغدو ان شاء الله نحكوا عليها اوكي. هذه هي اغلبيه يعني اهم الشروط صح. انا عاود اذا انت عندك هذه الشروط متوفره كامل فيك انت كمدير وفي المقر نتاعك وعندك الملف التقني توكل على ربي. واش تروحك روح عند مديريه النشاط الاجتماعي يعطوك دفتر الشروط ويعطوك واحد البطاقه التقنيه تعمرهم تسني دفتر الشروط في البلديه وتدي الملف هذا وتدفعوا لهم وتستنى لا كوميسيون تشيك يدرسوا لك بون ومبدئيا يدرسوا لك الملف اذا كان لقاوه كامل يبروغراموك يخرجوا لك لا كوميسيون ويديروا معاينه اذا نقصت وثيقه ولا حاجه هكذا ولا راهم يقولوا لك يخبروك ومن بعد تبدا الاجراءات الاخرى تبدا يبدا الماراثون الرحله الطويله تاع الجري باش تحصل على الاعتماد او الترخيص نتاعك ولكن لما تكون ريغلو راه يجيك الاعتماد يجيك الاعتماد. اذا مش متوفره فيك هذه الشروط نتا كمدير وعندك المقر وتجيب تقدر تجيب هذا الملف قلنا اتعين مدير وتخدم معاه هذه فتره معينه ومن بعد تعاود تدير انت المدير ولا تاسس شركه وتعين فيها مدير ومن بعد كما حكينا في بدايه الفيديو باش ما نكررش الحديث وما نطولش الفيديو نتاعنا. اخت سالتني الان قالت لي معلمه الابتدائي المتقاعده يجب ان تكون متحصله على شهاده اكيد هي باش كانت تقري معلمه كانت تقري بشهاده الشهاده اللي كانت تقري بها في الابتدائي فتقدر تفتح بها لاكريش عادي والخبره نتاعها في الابتدائي اوتوماتيكمون راهي خبره في التعليم وبالتالي تقدر تكون بها مديره روضه. قالت لي اخت في وهران طلبوا لنا يكون الدبلوم قبل الشهاده قبل الدبلوم يكون عفوا يكون لاغريمون قبل يكون قبل الريجستر يعني كي تروح تخدم الريجستر يقول لها لا جيبي لاغريمون. هي من قبل كانت كيما هكذا كانت نشاط مقنن اي نشاط مقنن حتى تجيب الريجيستر باش تروح تجيب لاغريمون الان لا بدلو الان تروح تخدم الريجيستر نتاعك يعطوه لك ومن بعد تروح تخدم لاغريمون. كاين اللي يقول لك انا كي ندير ريجيستر نبدا نخدم لا يخرج الكوميسيون تاع مديريه التجاره مفتشي التجاره عفوا يحاسبك على الريجيستر وحده ويحاسبك على لاغريمون وحده. اذا بقى عندك الريجيستر ما يبقاش عندك لاغريمون يدير لك الان بي في يدير لك بي في وفوتو لك المحكمه وفيها فيها خلاص هاي احنا ان شاء الله ربي بعد المشاكل هذا على كل واحد فينا. احنا رانا نحكوا في هذه الامور باش ما تطيحوش انتم من بعد في مشاكل وفي مطبات. الجمعيات اللي عنده جمعيه ما كان له اونجاجي نصيحتي الخاصه اذا عندك معرفه مقدره ومانيش عارف ما كاش اللي يخرف فيك كامل المعرفه المقدره هذه مهما تقدر اذا كان كتبوا فيك لي كراش دير تخدم اور الشروط ووصلوا رساله للبروكيور وكيل الجمهوريه بلي كاين جمعيه راهي تخدم بلا لاغريمون راه مش منعود يعني من الاخر كانت مقبل سهله وكانت الحاله سايبه وكانت مطلوقه وكامل الان يا جماعه ما تريسكوش راك تصرف دراهم راك انفيستي راك دير كذا ما تريسكيش خدم ريغلو خدم قانوني صاي كاين يقول لك بلي انا عندي وعندي وعندي وكذا بزاف ناس انا اصدقائي كانوا يخدموا يقول لك بلي انا عندي معرفه في مديريه التجاره وعندي معرفه في لابوليس لابوليس كي تجيهم مراسله وكيل الجمهوريه اخرج وديروا معاينه ما يقدرش يكاموفلي عليك ما يقدرش يسترك باسكو علاش هو يكوفري روحو باسكو علاش لو كان تم بعد غدوه تشكيل مجلس القضاء بالبروكيور البروكيور راه يخلصها
بكري يقول لك انا نخدم خدمتي صحيح، والان الحاله ماهيش كما بكري سايبه، لهذا خدمه قانوني. مراكز التنميه البشريه ومراكز تعليم اللغات وكامل يقول لك انا ندير نادي الطفل ونخدم، خدم ربي سهل عليك، ولكن اذا شتكاو بك ولا خرجوا لك لاكوميسيون وطاحوا عليك فراح يغبنوك. فمن الاحسن وشحال راح تجيب لك هذه لاكريش؟ انت شحال تخدم بالتخبيه؟ شحال تجيب 40 طفل؟ شحال 40 شحال يدخل لك 40 طفل؟ شحال تدير انت للطفل؟ ما يتغذى عندك، ما يدير لاسيست عندك، ما دو بريفيرونس روح شوف لوكال ودير دير لاغريمون تاعك وخدم بشكل قانوني تكون يكون راسك مرفوع. زيد واش عندنا اسئله؟ واش عندنا اسئله؟ شوف اللي عنده سؤال يكتبوا لي باش نجاوب قبل ما نختم الفيديو هذا، باش نروحوا ما نطولوش ونروحوا يوم بعد يوم الفيديوهات التفصيليه اخرى نشرحوا امور اخرى. ان شاء الله نكون جاوبت، اعطيت الطريقه والكيفيه. بون شحال يقعد الملف باش يدرس وشحال هذه الامور؟ راح بلا ما نهضروا بزاف نبعث لكم دفتر الشروط، نبعث لكم عفوا المرسوم التنفيذي وتطالعوا هذه الامور تقراوها مفهومه، يقدر اي انسان يفهمها حتى لو كان مش مختص في القانون يقدر يفهمها. وقتاش ندفع الملف؟ عند انتهاء الروضه تكون كامله. وقتاش ندفع الملف؟ نهار اللي تكون واجد دفع الملف نتاعك اختي شهرزاد، كي تشوفي بلي راه كامل لي بياس نتاعك راهم واجدين. سجلنا اللايف هذا كونيكسيون ناقصه وما لحقش نص كلام للاسف الشديد، كونيكسيون ناقصه للاسف الشديد ما فهمت. العفو تقني سامي مربية الاطفال شحال لازم الخبره في القانون الجديد؟ تقني سامي راهي شهاده معادله شهاده جامعيه تقني سامي، فلازم 3 سنوات خبره، لازم 3 سنوات خبره. عندي فرع او عندي تصريح فرع، لما تدير فرع لازم تعين له مدير جديد ودير الخطوات من جديد، يعني يجوا يخرجوا لك تدفع الملف عند لاطاس سير، تبقى انت هو المؤسس، تبقى انت هو الفونداتور، انت هو مول المشروع هذا، ولكن تعين مدير لازم توفر فيه الشروط ويخرج يدير لك معاينه ويعطوا لك لاغريمون. باش تحتسب لي الخبره لازم يكون تامين، اكيد لازم يكون تامين. كاين بعض الولايات اللي ما يحبوش يزيروا بزاف ما يطلبوش تامين، ولكن الان اغلبيه صاروا يطلبوه. وقتاش ندفع الملف؟ عند انتهاء الروضه تكون كامله. السؤال تاعك المره الثانيه واش مفهوم اختي شهرزاد؟ وضحي لي مليح السؤال. شهاده المطابقه البديل تاعها شهاده خبره، وين نخدمها؟ خبره ايه؟ خبره تاع حاجه تقنيه تاع عندها علاقه بالبنيان الى غير ذلك. ذكرنا قلنا يخدمها لك سي تي سي، ديريها عند سي تي سي، عند ال سي تي سي واش سموها؟ ايه ديريها عند وراي عند مصالح المراقبه التقنيه. نعم سي تي سي هذه موجوده في عاصمه الولايه، كل واحد الولايه تاعو يروح لعاصمه الولايه يشوف فيها البيرو تاع سي تي سي، ولا مكتب دراسات معتمد بيرو ديتود اغري. دراسه ملف استاذ يركزوا على المؤسس، نقصد الدرك والشرطه. اكيد الدرك والشرطه راح يخرجوا لونكات، هي المفروض يخرجوا على المؤسس ويخرجوا على المدير، في زوج يديروا لهم لونكات. كاين في بعض الاحيان يركزوا غير على المدير فقط بويسك هو اللي يبقى عنده علاقه مباشره مع الطفل، وكاين اصدقاء اللي قالوا لي داروا لونكات عليا وعلى على المدير مع بعض في زوج. ويديروا كذلك على المحل، اسكو علاش كاين شرطه تقنيه هذيك مش عارف كيفاش يسموها اكزاكت، دير على لوكال اسكو صح هو هذا اللي مناسب، اسكو واحد يكون عند الطريق والباب تاعو مفتوح ديريكت وكامل. يعني كاين اللي يقول لك بلي ماهيش مكان اللي نستقبلوا فيه الاطفال، دونك يعطوا التقرير تاعهم المفصل. نشري الاثاث قبل الاعتماد او حتى تحصل عليه؟ لا كيجي الكوميسيون تلقى فيه كل شيء، تلقى البيرو تاعك واجد باش تدخلي فيه الاطفال فتشريهم لافونس. ما يقبلوش وتكوني خسرتي دراهم في الباطل. احنا على جال هضره نديروا في لي فيديو باش انت ما تطيحيش على راسك اختي سراج المنير عفوا. انا نحكوا في هذا لي فيديو باش انا نعطيك كل شيء، كنعطيك مواصفات المقر ونعطيك الدبلوم واش لازم ونعطيك كل شيء. يعني كي تحطي الملف راه يقبلوه، سيرتي مرمدوك شويه ويجيبوا بك الوقت، ولكن في الاخير راه يقبلوه. محامي غير متقاعد وعنده خبره 10 سنوات يقدر يفتح، ما يقدرش غير متقاعد ما يقدرش يفتح. ومحامي كانت في القانون 92 كان موجود محامي، اما الان في القانون الجديد نو ما يقبلوش محامي للاسف. مدربه صروبان نعم اختي واش قلتي؟ ما عنديش خبره وشروط وعندي فرع او تصريح من لاداس علما اني جمعيه. واه عندك جمعيه الان ولكن من بعد راح يتكاكاو بك اختي للاسف الشديد. للاسف الشديد ليك ولكن لحسن حظ للروضات لانه هو بزاف خروطه، ممكن انت تخدمي مليح بشكل نقي، مي كاين جمعيات راهم دايرين في كراجات، على هذا لازم يطبقوا عليهم شروط. معليش اختي في لاداس اخي في لاداس يطلب الاقدميه في التعليم وما يكتفوش بقرار التقاعد في التعليم،
لا القرار تقاعد عنده حق باش يدي خبره، هما ما قالوا لا تقاعد لا والو، ما دام موش يزاول في مهنه حاليا عنده الحق، ما كاش ديري محامي وفوتي مشرع. اعيد السؤال، هل يحق لصاحب مؤسسه فتح مؤسسه وضع لها مدير وهو موظف؟ اقصد صاحب مؤسسه ما يقدرش، نو لازم ما يكونش خدام، يكون تاجر يقدر يديرها. لانه علاش يدير ستار، يدير شركه ويحط فيها بس علاش النشاط على كراش لازم يكون وحده مستقل، ما يقدرش يدير معاه نشاط اخر. كيف يكون فتح روضه تحت اطار جمعيه؟ ذكرناها في بدايه الفيديو، من الاحسن الرجوع لبدايه الفيديو باش ما نكثرش الكلام. كي كوبر الفيديو راح نخليه كي نكمل يعني نختم، راح نخلي الفيديو عاود ارجع استغله من البدايه راح تلقى الاجابه. سلام استاذ، كيف يكون فتح روضه تحت اطار جمعيه؟ جمعيه دير الاستاتيو الجمعيه، تبقى الجمعيه هي الشخص المعنوي صحيح، تبقى هي الشخص المعنوي، وتعين مدير تكون توفر فيه الشروط اللي هي الملف تاعو يكون كومبلي، يكون جاهز، ويكون عنده الدبلوم، ويكون عنده الاكسبيريونس. اذا شهاده جامعيه 3 سنوات، اذا شهاده غير جامعيه 3 سنوات، اذا